أعزائنا مشاهدي فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لمير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي. وبداية يسر أسرة مكتب نور سات الأردن أن تهنئكم بقدوم عيد الميلاد المجيد، راجين أن يكون عيد فرح وسلام وطمأنينة على بلدنا الغالي الأردن وشعبه الوفي، وأن يبقى واحة أمن واستقرار تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، متضرعين لطفل المغارة أن يولد في قلوبنا ويمنح شرقنا والعالم أجمع السلام والرحمة والاستقرار. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي رجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية. صلاة في عمان من أجل أرواح شهداء الكنيسة البطرسية. وزير الإعلام يؤكد أن الأردن سيبقى قادراً على ترسيخ أمنه واستقراره. لقاء روحي لاتحاد الرهبنات في الأردن. أهلاً بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد في قصر الحسينية رجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأكد جلالته خلال اللقاء أن هذه المناسبة تجسد قيم التراحم والتسامح والمحبة بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية في الأردن، وقال: الحمد لله، المسلمون والمسيحيون في هذا البلد يمثلون الاعتدال والتسامح، منوها بأن المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، وإنجازاتهم في بناء الوطن ماثلة للجميع. وأشار جلالته إلى أن الأردن سيواصل دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدس الشريف، استناداً إلى واجبه الديني والتاريخي والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبما يحافظ على هوية مدينة القدس وعروبتها. في أعقاب أحداث الكرك، أعلنت الكنائس الأردنية تعليق حفلاتها ونشاطاتها الترفيهية خلال عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، حداداً على أرواح شهداء الوطن، معلنة أنها سوف تكتفي بإقامة الشعائر الدينية وما تتضمنه من قداديس إلهية وصلوات أخرى. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. أدان العالم أجمع العمليات الإجرامية التي وقعت في محافظة الكرك وأسفرت عن استشهاد وجرح عدد من رجال الأمن العام والدرك والمواطنين وسيدة كندية، وأعلنت الكثير من الدول العربية والأجنبية تضامنها ووقوفها إلى جانب الأردن في تصديه للإرهاب ومكافحته. وكانت العملية الأمنية التي وقعت الأيام الماضية قد أسفرت عن قتل وضبط الإرهابيين المهاجمين واستشهاد عدد من العسكريين والمواطنين وجرح آخرين، وقد نقل جميعهم إلى المستشفيات لعلاجهم. وبعد انتهاء العمليات الأمنية في الكرك، وجه الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة تحية إكبار وإجلال إلى كافة الأردنيين أبناء الوطن الواحد الذين التفوا حول الأجهزة الأمنية أثناء تعاملها مع الحادث الإجرامي وهتفوا لها وللقيادة الهاشمية. وأضاف المومني: إن الأردن يقع في إقليم ملتهب يعج بالتنظيمات الإرهابية، وسيبقى قادرا على ترسيخ أمنه واستقراره، وأن يجتاز هذا الحدث كما تجاوز أحداثا أخرى مر بها من قبل. وفي أعقاب هذه العمليات، أعلنت الكنائس الأردنية تعليق حفلاتها ونشاطاتها الترفيهية خلال عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية حداداً على أرواح شهداء وأحداث الكرك، داعية بأن يتغمد الله شهداء الأجهزة الأمنية والمواطنين بنور رحمته الإلهية، معلنة أنها سوف تكتفي بإقامة الشعائر الدينية وما تتضمنه من قداديس إلهية وصلوات أخرى، في حين قرعت الكنائس أجراس الحزن على أرواح الشهداء. وتعتبر الكرك التي يعود تاريخها إلى 1200 قبل الميلاد من المدن الهامة في الأردن، حيث تحتوي على مواقع أثرية عديدة وكنائس قديمة وحديثة، ومن أبرزها كنيسة سيدة الوردية الموجودة داخل المدينة والتي يعود تاريخها إلى القرن 18، كما تعد قلعتها الحصينة من أشهر القلاع التاريخية الموجودة في المنطقة، حيث يأمها السياح من كل بقاع العالم.
التأم اتحاد الرهبنات في الأردن للمرة الثانية في المركز اليسوعي بجبل الحسين تحت شعار لا تخف أيها القطيع الصغير. وفي مستهل اللقاء الروحي رحبت الرئيسة العامة للاتحاد الأخت أنطوانيت مطر بالمونسنيور ربيه الترس على حضوره وتلبيته الدعوة لتقديم محاضرة حول المفاهيم والأبعاد الروحية لمخاوف الرهبنة، مبينا أن المحبة هي التي تنفي الخوف وتبدده. وبعد ذلك التقى الجميع حول كرسي المصالحة مع الله والذات والقريب أمام نصب طفل المغارة والقربان المقدس، ثم تبادلوا التهاني بعيد الميلاد المجيد متمنين الخير والبركة بقدومه، مرددين معا ولد المسيح فمجدوه. بنشكر الله على هذا النهار، كان الحضور ممتاز جدا. بدي أنا كلمة من خلال نورسات بدي أعايد كل أعضاء اتحاد الرهبنات من رؤسائنا بالرهبنة لرؤساء الاتحاد لسيدنا، بدي أعايد كمان نورسات من الممثلة بالدكتورة باسمة حتر وب الكاريتاس الأردني اللي ساعدنا كمان لقدملنا هدايا مثل بالسيد وائل سلمان. وبتمنى للكل سنة خير وبركة، وبتمنى سنة 2017 يحل فيها السلام لكل البيوت لكل العالم لكل إنسان بحاجة للسلام. كانت المحاضرة كلها عن لا تخف أيها القطيع، شدد لنا الأبونا نبيه على أنه المخافة هي فيها نوعين من المخافة، في خوف بشري وفي مخافة الله. الخوف البشري كيف نحن منخاف أنه على حالنا على أنه ما نتأذى، والخوف مخافة الله هو نخاف نحن انه يعني نجرح الله بخطايانا او نجرح الله بعمل نحن بنقوم فيه ما بيرضي. ترأس ممثل النائب البطريركي للاقباط الارثوذكس في الاردن الاب انطونيو الصبحي الصلاة الجنائزية التي اقيمت في الكنيسة القبطية الارثوذكسية في عمان عن راحة انفس شهداء الكنيسة البطرسية في القاهرة الذين قضوا ضحية الغدر والارهاب. المزيد في هذا التقرير. وسط مشاعر حزينة وأجواء خاشعة عمها روح التعزية والإيمان المشترك، أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة صلاة جنائزية عن راحة أنفس شهداء الكنيسة البطرسية الذين استشهدوا خلال حضورهم القداس الإلهي. وترأس الصلاة في كنيسة السيدة العذراء ومارجيريس في منطقة العبدلي ممثل النائب البطريركي للأقباط الأرثوذكس في الأردن الأب أنطونيو الصبحي بمشاركة الكهنة والشمامسة المعاونين، وسط حضور لفيف من رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن ومندوبة سمو الأمير الحسن بن طلال مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتورة ماجدة عمر وسفير جمهورية مصر لدى المملكة طارق عادل وجمع من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والعامة وعدد غفير من أبناء الرعية القبطية. وابتدأت الصلاة بتراتيل المزامير والابتهالات والقراءات الطقسية باللغتين القبطية والعربية، وعقب قراءة الإنجيل الذي تحدث عن إقامة السيد المسيح لألعازر من القبر ألقى الأب أنطونيو الصبحي كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لكل المعزين، مشيرا إلى أن الكنيسة زفت شهداء انتقلوا للحياة الأبدية. إذا كنا أبناء الله الحقيقيون لابد أن نتقوى بالتجارب، بالأحزان، بالأوجاع، بالألامات، وكل مكتوب في الكتاب المقدس. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال أيضا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، وقال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وفي ختام الصلاة قرأت الدكتورة ماجدة عمر رسالة المواساة التي وجهها سمو الأمير الحسن بن طلال لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي أكد فيها سموه على أن الإرهاب لا دين له، وإنما يرمي إلى ضرب الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي. وفي هذه الأوقات العصيبة فإنني لأتقدم إليكم وإلى أسر الشهداء الأبرياء وإلى نفسي
بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنانه. من جهته نقل السفير المصري في عمان طارق عادل تعازي الجالية المصرية المقيمة في المملكة، لافتاً إلى أن مصر استطاعت رغم التحديات والمحن عبر مئات السنين أن تبقى بجميع مكوناتها صامدة أمام محاولات التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. اعتداءً أجمع العالم على وصفه بالعمل الخسيس، رحمة الله على شهداء الكنيسة البطرسية، الكنيسة التي ارتبط اسمها بإحدى أهم أسر ورموز العمل الوطني، أسرة بطرس غالي، والتي انحدر منها شخصيات تظل وطنيتها مرجعية لنا جميعاً، في مقدمتها شخصية لها مكانتها الدولية والإقليمية. إن المحاولات الجارية لتغييب عقول الشباب وإحداث تشوهات فكرية لدى بعض الفئات في المجتمع تعد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وهو ما يفرض علينا جميعاً إعلاء قيم التضامن في مواجهة تلك القوى الظلامية ومحاولتها فرض أفكارها بالقوة والترهيب. وأطلب منكم أن نعي جيداً بأنه لا وصاية لأحد على ديانة أو فكر أو عقيدة أي مواطن مصري. وفي ختام الصلاة الجنائزية قدم المشاركون في قاعة الكنيسة تعازيهم الحارة المقرونة بالصلاة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية باستشهاد شهداء الكنيسة البطرسية، معبرين عن خالص مواساتهم لعائلات الشهداء وتمنياتهم للمصابين والجرحى بالشفاء. وكانت الحكومة الأردنية قد أدانت العمل الإرهابي الذي استهدف أماكن العبادة وطال أرواح الأبرياء بالكنيسة البطرسية في القاهرة، مؤكدة موقفها الواضح والثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله. أقامت جمعية السريان الأرثوذكسية حفلة ميلادية لأطفال الرعية، اشتملت على العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا العيد عليهم. بتقوم جمعية السريان الخيرية كل سنة مثل هذا العام بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة بتوزيع هدايا على أبناء الطائفة السريانية الأرثوذكسية. كل هذه بتكون تبرعات للأطفال عشان ينبسطوا بهالعيد الكبير، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لنور سات على لفتتها الكريمة لنقل هذا الاحتفال. احنا الشبيبة بنعمل كل سنة حفلة سانتا للأطفال الصغار الأعمار تقريبا ما يعادل السنة لعمر 6 سنين، بنوزع عليهم هدايا وبنفرحهم بسانتا وبنعمل لهم جو الكريسماس. كما نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق حفلا ميلاديا لأبناء الرعية بحضور مدير البعثة البابوية رائد البهو، حيث قدمت فقرات منوعة وترفيهية للأطفال. سعيد جدا بمشاركة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك احتفالاتهم بالأعياد المجيدة، ومبسوط أشوف الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال وأهليهم، وهذا فعليا هو معنى الميلاد، فرح وسعادة وأمل واجتماع العائلة. وبمناسبة ميلاد سيدنا يسوع المسيح بتمنى للجميع يحققوا أحلامهم وأمنيهم وأمنياتهم، وكل عام وانتم بخير. إحنا اليوم كنا بحفلة الميلاد السنوية اللي بنعملها للأطفال، كل سنة متعودين عليها بتكون بقاعة المطرانية عشان ننبسط كلنا مع بعض مع الأولاد بفرحة العيد، وما بننسى الهدف الأساسي للعيد هو الميلاد. كل عام وانتم بخير، ونشكر قناة نورسات على التغطية الإعلامية الدائمة لنا. من جهة ثانية قامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتيني في الأردن حفلا ميلاديا لأشبال وزهرات المجموعات التابعة لها في كنيسة سلطانة السلام للاتيني في الزرقاء. وابتدأ اللقاء بقداس إلهي ترأسه الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة، تلاه تقديم فقرات ترفيهية منوعة للأطفال. اليوم احنا بنحاول خلال القداس، من خلال الكرزة، من خلال الفقرات اللي بنقدمها انه نزرع بالولد المعنى الحقيقي للميلاد حتى يقدر فعلا يعيشه مع اهله وبالمجتمع اللي هو موجود فيه. بنفس الوقت كان الفكرة الثانية اللي ممكن هي كمان الاعضاء اللي هم القادة خلينا نقول اللي جايين مع الاشبال والزهرات يكونوا فعلا كمان هم تحضير روحي لهم من خلال ايضا دخولهم بالجو من الاعترافات مثلا بالقداس من خلال اللقاءات الموجودة.
أول شيء بحب أحكي ميلاد مجيد وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وبحب عايد على أفرادنا وأهالي أفرادنا وجميع المجموعات الكشفية. إحنا اليوم عندنا نشاط أشبال الزهرات، والهدف منه إسعاد الأفراد وإنه نحضرهم للعيد ببهجة وبفرح، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بالصحة والسلامة. إحنا شاركنا بهذا النشاط اللي بتقيمه الهيئة سنوياً لحتى نحضر أولادنا لعيد عيد ميلاد المجيد، حتى يستقبلوا بفرح وبهجة وسرور. ونشكر الهيئة على تنظيم لهذا الاحتفال للأولاد الصغار، وإن شاء الله ينعاد الجميع بالصحة والسلامة ويعطيكم العافية. أحيا فريق الخبر السار عددا من الأمسيات الميلادية في عدد من الكنائس داخل العاصمة عمان وخارجها. التفاصيل في التقرير التالي. كما عودتنا مجموعة الخبر السار وللسنة التاسعة على التوالي تنظيم أمسياتها الميلادية التي تقيمها في مختلف محافظات المملكة، حيث أقامت هذا العام أمسيتين في محافظة الكرك. كانت الأولى في كنيسة سيدة الوردية، حيث قدمت مجموعة من تراتيل الميلاد وحفلة للأطفال. كما تضمنت الأمسية تقديم مفاجآت للأطفال ورسم على الوجوه أضفت على الحاضرين البهجة والفرح والسرور. قامت شبيبة سيدة الوردية الكرك حفل للبراعم بمناسبة عيد الميلاد بمشاركة مع مجموعة الخبر السار، ونشكر نورسات على تواجدها الدائم معنا، وشكرا لجميع الحضور معنا اليوم. كما قدمت المجموعة حفلا ثانيا في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في قرية سماكية، وذلك تحت رعاية القنصل الفخري لجمهورية مقدونيا السيدة هدى نفاع، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وأهالي بلدة سماكية، حيث ابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية من كاهن الرعية قدس الأب أيهم زيادي، الذي رحب بمجموعة الخبر السار وشكرهم على قدومهم لبلدة السماكية. وتضمن الحفل كذلك مجموعة من التراتيل الميلادية ومفاجأة للأطفال. اليوم احتفلنا في بلدية سماكية في محافظة الكرك باحتفاليات بمناسبة العيد المجيد. طبعا نحن مع الكنيسة الكاثوليكية، بحب أتشكر الجميع على هذه الدعوة، وأتمنى للجميع أعياد طيبة ومجيدة، ينعاد على الجميع بصحة وسلامة، وعلى أردننا الخير بكل شعبه، بكل احترام إلى هذه البلد الكريمة، أنه تكون عندنا دائما الأمان والأعياد واحتفاليات الأعياد دائما تكون للجميع إن شاء الله. وفي ختام الاحتفال قدم قدس الأب أيهم زيادين درعا للقنصل هدى نفاع، التي شكرت بدورها قدس الأب أيهم وفريق الخبر السار وأبناء قرية سماكية على حسن الاستقبال، وتمنت لهم أعيادا ميلادية سعيدة. في ذات السياق قدمت المجموعة نفسها أمسية ميلادية في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي تحت عنوان نحتفل بك. حضرها كاهن الرعية قدس الأب علاء مشربش وعدد من أبناء الرعية، حيث جاءت هذه الأمسية بهدف تحضير المؤمنين لعيد الميلاد المجيد من خلال عيشهم للتراتيل وتهيئة قلوبهم لاستقبال طفل المغارة.
اليوم مع مجموعة الخبر السار كمان بهذا المساء نحتفل مع العائلات ومع الأطفال حتى فعلا نعيش أجواء روحية بالدرجة الأولى وأيضا أجواء الفرح والسرور بقدوم يسوع المسيح. كل عام وأنتم بخير، ولد المسيح هللويا. بشكر دائما فضائية نورسات اللي بتغطي لنا كل الاحتفالات والمناسبات الرعوية. السنة التاسعة على التوالي اللي بنحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد في أكثر من مناطق، منها الشمال ومنها الجنوب ومنها بعمان، سواء كان في كنايس أو بشوارع. وهاي الفعاليات في المهرجان تتضمن مجموعة من التراتيل، وبرنامج للأطفال بتضمن رسم على الوجوه وبلالين وسانتا. أقيمت على مسرح كلية تيرا سانتا مسرحية ميلادية بعنوان الطائر الأزرق من أداء طلاب نادي الدراما في الكلية، وحضر المسرحية المطران سليم الصايغ والأب رشيد مستريح مدير الكلية وعدد من الأباء الفرنسيسكان والراهبات وجموع من الحاضرين. ويشار أن فكرة المسرحية مستوحاة من إبداعات الكاتب العالمي موريس ماترلينك. العيد هو للجميع، ومن الأسرة المسيحية يصل العيد إلى جميع أهل البلد حتى كل أهل البلد يكونوا حقيقة في عيد. وعيد الميلاد لمدرسة تيرا سانتا وعيد هذه الأسرة التي تهتم بتنشئة الشبيبة منذ عشرات السنين، ونتائج هذه التربية نلمسها في حياتنا في المجتمع التي تعطي جماعات منفتحين يحبين بعضهم البعض ويطالبوا دائما بسلوكهم الحسن وقدوتهم الصالحة أن يكون الناس بهذا الشكل. واليوم حفل المسرح هذا الكبير بيأدي نادي الدراما للكاتب العالمي موريس ماترلينك تحت عنوان الطائر الأزرق، هي إحدى كتاباته، بيأديها طلاب نادي الدراما بالكلية بحضور عدد كبير جدا من أولياء الأمور. هو لحتى نحكي للجميع كل عام وانتم بخير، ونتمنى لهم أعياد مجيدة وأيضا سنة مليئة بالفرح والسلام والازدهار لكليتنا، لبلدنا الغالي الأردن، للشرق الأوسط وللعالم أجمع. وكل عام وانتم بألف خير عبر قناة نورسات الرائعة. المسرحية بتتمحور حول كيف أنه البيوت دائما مو شرط المصاري يكونوا موجودين فيها عشان تلاقي السعادة. طبعا الإطار تبعها راح يكون كوميدي، بحيث انه المسرحية راح تنعرض على المسرح كإطار مسرحي، كيف المخرج بيدخل بتعامل مع الكاركترات مع الممثلين. ان شاء الله طبعا بتنال رضا الجمهور، وشكرا لكم. احتفلت عدة جوقات بعيد الميلاد المجيد، وذلك بإقامة أمسيات ميلادية حضرها عدد من ممثلي الكنائس الرسولية ومسؤولي جمعيات ومؤسسات خيرية. إلى المزيد. العديد من جوقات الترانيم أمسياتها الميلادية استعداداً لاستقبال طفل المغارة، حيث أقامت جوقة الرسل للاتين في الزرقاء بقيادة المرنم زيد عويس أمسيتها الميلادية برعاية المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن، ممثلاً بالدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب، بحضور راعي الكنيسة الأب طارق حجازين والكاهن المساعد الأب إبراهيم نفاع والأخوات الراهبات، حيث قدمت الجوقة عدداً من الترانيم الميلادية المنوعة بتفاعل جموع أبناء الرعية.
كما أحيت أيضا جوقة مشوار مع يسوع أمسيتها الميلادية بعنوان بميلادك يا ربي بتكبر المحبة في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك جبل الحسين بقيادة المرنم جوني الأطرش وبحضور راعي الكنيسة الأب مودي هنديلة والأب نادر ساووق وممثلي مؤسسات وجمعيات خيرية والراهبات وأبناء الرعية، حيث قدم أفراد الجوقة مجموعة من الترانيم الميلادية بمشاركة الفنان موسى حجازين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. واحتفلت أيضا جوقة المجد الأرثوذكسية من محافظة إربد بإقامة أمسيتها الميلادية بقيادة المرنم منير حداد في كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في جبل التاج بحضور راعي الكنيسة الأب ثيودروس حداد والآباء الكهنة وجموع أبناء الرعية. وفي مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أقامت جوقة ينبوع المحبة وبالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية أول أوراتوريو ميلادي أردني بعنوان يسوع ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة وبحضور عدد من الأساقفة والآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وجموع من المؤمنين. وتضمنت الأمسية تقديم مجموعة من التراتيل الميلادية البيزنطية والكلاسيكية المنوعة بالإضافة إلى تأملات ومشاهد تمثيلية ميلادية. احتفلت رعية كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في الحصن بإضاءة شجرة الميلاد برعاية النائب وائل رزوق وحضور راعي الكنيسة الأب ويليام سويدان ومحافظ إربد رضوان العتوم ورئيس بلدية إربد الكبرى حسين بنيهاني وعددا من الآباء الكهنة وجموع أبناء الرعية. نتمنى ونقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والناس المسرة، كل عام وأنتم بألف خير. نشكر جدا كثيرا طبعا نورسات اللي دائما ما تنسانا أبدا في هيك احتفالات. بنشكر القائمين على هذه المحطة دكتورة باسمة السمعان، وبنشكر كل اللي بيعملوا في هذه المحطة الفضائية اللي بتنشر كلمة السلام وكلمة المحبة في جميع أنحاء العالم وفي المسكون كلياتها. كل عام وأنتم بألف خير، بنعد عليكم إن شاء الله الصحة والعافية وأعياد ميلادية مجيدة مباركة. ولد المسيح، هللويا هللويا هللويا. نحتفل بإنارة شجرة كنيسة الروم الكاثوليك في الحصن، كان افتتاح رائع ومنظم. نتشكر جميع القائمين على هذا العمل المشرف والعمل الراقي، وأيضا من خلال قناتكم المحترمة نتشكر عمدة رئيس بلدية إربد بتقديم كل المساعدات لجميع كنائس الشمال للتجهيزات اللازمة لاحتفالات عيد رأس السنة الميلادية. اليوم بكنيسة الكاثوليك الحصن أضأنا أكبر شجرة طبيعية موجودة، كانت هي عبارة عن رمز لأهل الحصن لرعيتنا
ولكل الكنائس اللي موجودة بالحصون، بعد إضاءة الشجرة بوجود سعادة النائب وائل رزوق ورئيس البلدية، أحيانا محاضرة مع الواعظ حسام قمصية كانت تتحدث عن روح الميلاد بهدف أنه نزرع الميلاد بروح الأشخاص، مش بزينة الشجرة ولا بزينة المغارة، لحتى نرجع لحياتنا الروحية شوي وما نهتم بالأمور الدنيوية، لحتى أنه عن جد نعيش روح الميلاد. وكل عام وأنتم بخير. كما احتفلت رعية كنيسة الرسل اللاتيني في الزرقاء بافتتاح بازارها الثامن برعاية النائب طارق خوري وبحضور الأب طارق حجازين راعي الكنيسة والأب إبراهيم نفاع. اليوم بنطلب من ربنا ونطلب من طفل المغارة بشكل خاص فعلا إنه هالأجواء تسود في قلوب كل الإنسان، لأن القلب الإنسان هو المغارة الحقيقية اللي راح ينولد فيها هذا الطفل. ربنا يعطينا نعمة المحبة، نعمة السلام، حتى فعلا كل لحظة من عيشها تكون هي انتظار وسهر لولادة حقيقية في قلب كل إنسان، في بيت كل إنسان، في بلدنا الحبيب والغالي على قلب كل إنسان، وكذلك في العالم بأسره. أجواء العيد بالذات بالزرقة وأنه رعية كلها متوحدة وموجودة لها يعني طابع جميل وطابع اجتماعي جميل، ومنشاهد عدد كبير من الناس اللي بيجوا من أهالي الزرقة للمشاركة بهالاحتفالات، وإحنا بنعرف هذا عيد المحبة وعيد السلام، وإحنا بالوقت الحالي يعني بحاجة لمحبة، بحاجة للسلام، بحاجة خلينا نحكي لتقارب بالمجتمع الواحد اللي هو أساسه المحبة. الحمد لله قدرنا نوصل لكل فئات الشارع المسيحي بالزرقة بشكل خاص وبالمملكة بشكل عام. بنتمنى السنة هاي يكون في عنا سلام يعم على الجميع ووحدة للجميع إن شاء الله بمشيئة الطفل المغارة. وطبعا أكيد أنا بشكر كل قيادة المجموعة وأفرادها اللي ساعدونا أنه نوصل لهاي المرحلة، وشكر للصغير قبل الكبير، وأكيد اللي شارك معانا بالبازار اللي كل سنة بنحقق نجاح أفضل من السنوات السابقة. واحتفلت جمعية النهضة الأرثوذكسية كذلك بعيد القديسة بربارة بحضور النائب قيس زيادين والأب سوتيري هلسة وجموع أبناء الرعية، حيث قدمت الجمعية العديد من الفقرات من وحي المناسبة. المسيح مخلصي ربي وإلهي هو الذي شفاني وهو يرانا ويرعانا. فغضب الوالي وأمر بأن تهرى من ثيابها وتضرب بدون رحمة وتحف جروحها بالشعر. عطيها السلام أقامت الجامعة الأمريكية في مادبا ورشة عمل لكرة القدم للسيدات بمشاركة جامعة اليرموك وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، ويهدف اللقاء إلى دعم الكرة النسوية في الأردن والتعريف بالمهارات الأساسية لهذه اللعبة. راح نشارك إن شاء الله في نشاط عملية الجامعة الأمريكية بالتعاون وبالتنسيق مع جامعة اليرموك، وإحنا يعني إنه شرف نكون موجودين حتى نساعدهم، إن نكون موجودين معهم وإن نشرح لهم عن كرة القدم النسوية وصعوباتها وإنجازاتها وما إيش عملناه خلال هاي الفترة. بدأت ورشة العمل بإلقاء كلمة من دكتور منذر النمري عميد شؤون الطلبة، وحكوا الاتحاد الأردني عن إنجازاتهم وكلمتهم للمجتمع المحلي وإيش الإنجازات اللي عم بيعملوها، ولقى برضو دكتور من جامعة اليرموك كلمته حول دعمه كمان للكرة النسوية في الأردن وتشجيع طالباته في ممارسة كرة القدم، وبدعونا دائما على التعاون المستمر بين الجامعات. بشرفنا وجودنا هون، وإحنا بالعكس منحب نشجع وندعم هاي الشغلات، ندعم أي شيء له دخل في كرة القدم ودعم كرة القدم النسوية خصوصا بالأردن، لأنه إحنا من وقت ما بلشنا لحديت هلأ كان في كتير تطور كرة قدم النسوية، نطمح للأكتر ونطمح إنه منتخبنا يوصل أكتر للعالمية،
وهاي الشغلات هي صراحة اللي بتشجع وبتزيد وبتخلي الناس تسمع إنه في كرة قدم نسوية بالأردن. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني، المسيحيون جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في بناء الوطن. في أعقاب أحداث الكرك، الكنائس المسيحية تعلق احتفالاتها الميلادية. الأردن يدين العمل الإرهابي في الكنيسة البطرسية. جوقات ترانيم مختلفة تحيي أمسياتها الميلادية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.